اي نجمه في الدنيا يجي عليه وقت الوقود بتاع الفلوس، هي نجمه عندها وقود وعندها وقود، زي ما العربيه عندها وقود اللي هو البنزين، نجمه عندها وقود هيدروجين وهيليوم، زي ما البنزين لما بيخلص والعربيه بتقف الهيدروجين والهيليوم لما بيخلص النجمه بتقف تقدر تصغر وتدور تدور تدور تبقى حاجه صغيره جدا. لما بتوصل للحجم الصغير جدا ده ساعتها بيبقى كثافه عاليه جدا. ليه؟ عشان تخيل النجمه قد الشمس 10 مرات صغرناها وقعدنا نغطى لغايه ما بقت قد نيويورك، ساعتها الكثافه هتبقى رهيبه لدرجه ان احنا مش هنعرف نحسبها بسبب الكثافه العاليه دي. الكثافه بقت عاليه فاي حاجه تعدي من جنبها وتكذبها ليها وتبتعها تختلف، حتى الضوء ما يعرفش يفهم منها اللي هو اسرع حاجه في الكون. طب هو لازم ده كله يبقى نجمه معينه؟ لا مش لازم نجمه معينه، اي حاجه في الدنيا لو سكرتها لحجم معين ساعتها هتبقى بلاك هول. لو مثلا كوكب الارض لو صغرناه لحد نص النجم ساعتها تبقى بلاك هول، عشان اصلا اي حاجه ليها حجم معين لو وصلت له يبقى بلاك هول. حجم معين ده اسمه في شارد بريدس، لو اي حاجه صغرتها لحجم ده بلاك هول، انا لو فهمت الحجم ده هبقى بلاك هول. بس احنا لغايه دلوقتي ما شفناش حاجه بتصغر الحجم ده، عشان كده كل البلاك هولز اللي احنا عارفه دلوقتي هي عباره عن نجوم ميته. تمام؟ كانوا مفكرين ان البلاك هول هو المركز بتاع الكون، بس يا ترى هو ايه مركز الكون؟ هم اكتشفوا ان الكون بيتقلب لكن مركز هو مركز الابتدائي. طيب معنى كده ان كل حاجه في الكون هي مركز الكون. ازاي؟ انا لو على كوكب الارض هلاقي الكون بيتقدم عندي حاجات بتتقدم عندي، لو انا على القمر هلاقي الكون بيتقدم عندي، لو على الشمس الكون بيتقدم عندي، عشان كده بيتقدم ازاي بقى احنا النقط دي شايفينها قريبه من بعض ازاي؟ بيتقدم كده. النقط بقى لو بصينا على النقطة دي هنلاقي إن الكون ابتدى من عندها، بصينا على النقطة دي هنلاقي الكون ابتدى من عندها، يبقى كل نقطة هي مركز البالونة، يبقى كل حاجة في الكون هي مركز البالونة.